مع السلامة أخي، أنا ذاهب إلى المستشفى. مستشفى؟ لماذا؟ لأتبرع بالدم، هل تأتي معي؟ أتبرع بالدم؟ أنا بالكاد يكفيني دمي. ما لا يعلمه العديد من الناس أن التبرع بالدم له عدة فوائد للجسم، فهو ينشط نخاع العظم، كما يقلل من نسبة الحديد الموجودة في الدم، والتي إذا ارتفعت قد تؤدي إلى أمراض خطيرة في القلب، كما يقلل من نسبة الإصابة بسرطان الدم. وفوق ذلك وذاك، هناك بشر في المستشفيات هم بحاجة إلى تلك القطرة من الدم. هل تعلم أن بتلك القطرة من الدم قد تنقذ حياة طفل لا ينام الليل يتألم، أو تنقذ حياة أب أو أم؟ فقد يكون أبوك وقد تكون أمك أو يكون ابنك، فلم لا تتبرع بالدم؟